السلام عليكم. في البداية اليوم إن شاء الله راح أسوي معاكم أكثر حالة طلبتوه مني. مو معقولة لكم أكثر من أسبوع وأنتم على سوي لنا حالة الخشخش، ما كنت أدري عنه ولا قد ذقته، بس ما جربته طعمه لذيذ، صدق يستاهل أني أصور الفيديو أنزله بقناتي وريكم طريقة حالة الخشخش لأنه مرة لذيذ. فخلونا نبدأ بالمقادير. الحلا ثلاث طبقات، راح أبدأ معاكم طبقة طبقة. مقادير الطبقة الأولى شعرية باكستانية وزبدة. بمقاديري هذه احتجت كيستين شعرية باكستانية، مقلع النار ذوبت شوي زبدة ثم حمصت الشعرية بعد ما كسرتها لحد ما صار عندي لونها ذهبي. الطبقة الثانية هي طبقة الكريمة، ثلاث علب قشطة، ثلاث أرباع حليب مكثف محلى، فانيليا سائلة، طرفين دريم ويب، وطرفين كريم كراميل. كل المقادير أضيفها بالخلاط، أخلطهم لحد ما يختلطون معي تماما ويصير عندي مزيج ثقيل وكثيف، وبكذا يكون طبقة الكريمة عندنا جاهزة. آخر طبقة اللي هو بسكوت مملح وحليب، بصحن كبير راح أضيف الحليب وأغمس فيه البسكوت المملح على جميع الجهات أكثر من مرة لحد ما يتغمس عندي البسكوت تماما. ثم نبدأ نجهز الحلا بصينية كبيرة، راح نحط الطبقة الأولى اللي هو طبقة البسكوت المملح، ثم نحط بعدها طبقة الكريمة. تقريبا ربع كوب راح نقسمها علشان نبي نحطها أكثر من طبقة، فلا تحطون كمية كريمة مرة كثير. بعد كذا راح نرش عليها شعرية باكستانية لحد ما يتغطى الوجه تقريبا شوي، ثم نرجع نكرر الطبقات، طبقة بسكوت ثم طبقة كريمة ثم طبقة شعرية باكستانية محمصة. بعد ما خلص كل الطبقات نجي على آخر طبقة، راح نكثر الكريمة لحد ما تتغطى عندنا تماما، ثم نضيف الشعرية وأيضا راح نكثر، أبي يتغطى الوجه تماما بالشعرية، راح أدخلها الثلاجة 6 ساعات ثم نقدمها باردة. التزيين ممكن تسوون اللي تبونه، أنا أضفت كراميل وتوت، الكراميل سبق وسويته في دقيقة مع آلات، يكون رابطة تحت في صندوق الوصف. وبس بكذا يكون حلى الخشخش عندنا جاهز. طبعا معلومة بس، ليش سموه حلى الخشخش؟ أعتقد، ما عندي معلومة أكيدة، بس أعتقد عشان يخشخش لأن كل شعرية باكستانية فتاكلونه كذا مقرمش. عموما الحلى مرة لذيذ، حلاتها كذا يقدم بارد. طبعا أنا هنا ما شاء الله تحمست شوي بالغرفة، بس والله يستاهل، مرة طعمه لذيذ وما راح تملون من أكله. جربوه وقولوا لي رأيكم فيه تحت في التعليقات. أتمنى أنكم حبيتوا الفيديو، هذاني لبيت طلبكم. ولو حابين تقترحون علي وصفات رمضان اكتبوا لي تحت في التعليقات علشان أشوف آراءكم شو بدكم أقدم لكم في رمضان. لو ما كنتم مشتركين لا تنسون تضغطوا على زر الاشتراك ولايك للفيديو وفعلوا جرس التنبيهات. وبس، مع السلامة.